صوت العرب من القاهرة يقدم تتوالى الأحداث وتتعاقب ونحن نرصدها ونحللها برؤية موضوعية في عين على الحدث. الإعداد والتقديم وائل الدمنهوري. عين على الحدث. على الحدث. عين على الحدث. هندسة الهواء داود محمد. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في عين على الحدث. رأس المال البشري هو عامل مهم وأساسي في التنمية الاقتصادية، إلا أن عملية إعداده تتطلب نظاما تعليميا وتكوينيا متميزا وفعالا من أجل تحضير الدخول إلى سوق العمل والمساهمة في خلق الثروة. من هذا المنطلق فإن مدى فعالية نظام التعليم والتكوين لا ترتبط بحجم مخرجاته أو الهياكل والمنشآت المجهزة له، بقدر ما تقاس بمدى قدرته على تزويد سوق العمل بأيد عاملة مدربة ومؤهلة ومتخصصة وفق متطلبات السوق. ويتألف رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم، بما يمكنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع. وبالطبع يمكننا إنهاء الفقر وبناء مجتمعات أكثر شمولاً من خلال تنمية رأس المال البشري عن طريق الاستثمار في البشر، وذلك من خلال توفير التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد وأيضاً الوظائف وبناء المهارات. وبدون رأس المال البشري لن تتمكن الدول من مواصلة النمو الاقتصادي، ولن تكون لديها قوة عاملة مؤهلة للعمل في وظائف تتطلب مهارات أعلى في المستقبل، ولن تتنافس بفعالية في الاقتصاد العالمي. وحول قيمة وأهمية رأس المال البشري، عقد المنتدى الإفريقي للتدريب والتنمية المستدامة الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي تحت عنوان إدارة وتطوير الموارد البشرية. موضوع حلقة اليوم من عين على الحدث، أهلا بكم. اسلمي يا مصر إنني الفدا، بيدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقي أعيا الفناء، وقفة الأهرام فيما بيننا، لصروف الدهر وقفتي أنا، في دفاعي وجهادي للبلاد، لا أميل لا أمل لا ألين. لك يا مصر السلام، أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين.
أيها الإخوة، أرحب بكم وأرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة من عين على الحدث، الأستاذ الدكتور سيد قاسم، استشاري ريادة الأعمال والتطوير المؤسسي وأيضا المتحدث الرسمي للدورة الرابعة للمؤتمر الدولي إدارة وتطوير الموارد البشرية. دكتور سيد، أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتك أستاذنا وبالسادة المستمعين جميعا. يعني أولا نبارك لكم نجاح هذه الدورة من المؤتمر الدولي إدارة وتطوير الموارد البشرية لأهمية هذا الفرع المهم جدا، وهو يعني الموارد البشرية التي لها عامل مهم وأساسي في التنمية الاقتصادية لمختلف بلدان العالم. أشكر حضرتك يا فندم على هذه التهنئة. دكتور سيد، يعني بحكم حضرتك متحدث رسمي لهذه الدورة وأيضا مشارك بورقة عمل في هذه الدورة تحت عنوان الاستثمار في رأس المال البشري كآلية في إدارة الأزمات، بداية تعريف رأس المال البشري، ما هو رأس المال البشري؟ اسمح لي حضرتك في البداية نتكلم عن بداية تفشي جائحة كورونا اللي هو كوفيد-19 واللي نتج عنه مجموعة كبيرة من الأزمات والمشكلات وأزمات أخرى أيضا كانت بتتعلق بقطاعات مختلفة، واللي وصل بها الأمر إلى وصول إلى أزمة كبيرة جدا سميت بأزمة ركود على الاقتصاد العالمي. وطبقا لمنظمة العمل الدولية كان المتوقع لسوق العمل أنه يخسر من 25 على الأقل 25 مليون عامل وظيفتهم حول العالم بسبب تأثير كورونا، ده بخلاف التأثير الكبير على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر واللي كان بيلجأ ليها العالم دايما كقاطرة تنمية اقتصادية. صحيح. ولكن حضرتك اسمح لي اللي اتضح على المستوى العالمي ان اهم ازمة واللي هي كانت اهم من ازمة الكورونا اللي هي ظهرت لنا ازمة عدم وجود استراتيجية تنويرية او استراتيجية تثقيفية. وبناء عليه كان من المهم التحدث في هذا المؤتمر. يمكن يا دكتور سيد لانه مرض مستجد، يعني العالم فوجئ بهذا المرض وطبيعته، يعني وكان لغزي ولا زال بالنسبه لجميع دول العالم حتى هذه اللحظه. الازمات يا فندم مرت علينا واختلفت مسمياتها. اللي استجد عندنا هو ازمه الكوفيد-19، ولكن مرور الازمات ديت وارد ان يحصل عندي ازمات في كل القطاعات. صحيح. ولكن مسمى الكوفيد-19 أو هذه الأزمة اللي أثرت صحيا وبالتالي ادان التأثير دوت لكل القطاعات اللي موجودة وبالتالي أثرت على العالم ككل، هي دي أزمة الكوفيد-19. بالتالي كان لازم نستثمر رأس المال البشري كقدرة ليا في الأول والآخر، هو دوت اللي أنا استخدمته معايا مقابلة هذه الأزمة، وعلشان يكون عندي بعد كده آلية في إدارة الأزمات بصفة عامة. صحيح. سواء بقى كوفيد-19 سواء أزمات جاية لي فيما بعد، لازم إن أنا أهتم بالعنصر البشري اللي عنده قدرة الفعلية لإضافة البناءة لمكانته في أي مكان. على الفور بالفعل المؤسسات الصناعية والمالية اللي كانت قائدة الأسواق اتجهت للطريق الآمن وهو الحفاظ على العنصر البشري. فبالتالي كان لازم يكون عندي آليات للاستثمار في العنصر البشري لاستخدامه درع واقي في للاحتماء لأي مؤسسة أو أي اقتصاد أو أي دولة من أي أزمة من أي شكل أو أي نوع لاحقا، يعني باعتبار أن العنصر البشري هو العامل الأساسي والمهم في عملية التنمية الاقتصادية في كافة دول العالم. أنا عايز برضو أنوه إن ده يفند المهم، وكان أهم حاجة كان اللجوء لأفضل أساليب الإدارة الفعالة لإدارة الأزمات. تمام. وعلشان أقدر أوصل لهذا الأمر كان لازم أستخدم درع واقي في إدارة الأزمات. كان أول حاجة أتطرق إليها الإدارة الفعالة لإدارة رأس المال البشري. وعلشان نقول الإدارة الفعالة رأس المال البشري، ده اللي بيقصد بيها حضرتك إدارة التقنيات والمهارات للموارد البشرية علشان أقدر أقابل بيها أي أزمة لاحقا. طيب دكتور سيد، لكي يكون رأس المال البشري عامل مهم وفعال وحيوي وبالتالي لابد من إدارته زي ما حضرتك قلت وتأهيله، كيف يتم تأهيل رأس المال البشري؟ سؤال حضرتك مهم جدا وهيخلينا نتطرق لمحورين مهمين، وهو الاستثمار في رأس المال البشري وإدارة الأزمات. لو قلنا نتكلم في البداية الاستثمار في رأس المال البشري، استثمار في حد ذاته ده مصطلح اقتصادي بيقوم على توظيف رأس المال من أجل قيام المشاريع الاقتصادية. طب لو أنا هتكلم عن استثمار المال البشري، يبقى أنا لازم أشوف المهارات والتقنيات اللي أنا هستثمر فيها لهذا العنصر البشري، وده بيتضح معانا اللي مصطلح استثمار ليه
انواع كتير اللي هي الاستثمار الاقتصادي او الاجتماعي او الاداري، ولكن كان حديثنا في المؤتمر كنا التركيز على الاستثمار البشري علشان نوجد طريقه لاستغلال الموارد البشريه بالشكل الامثل وفي الحصول على المنافع الاجتماعيه ومقابله اي ازمات لاحقه. طيب كيف يتم هذا الاستثمار دكتور سيد؟ طيب اولا انا عشان استثمر في الموارد البشري الدولة بدأت تتجه للحفاظ على هذا العنصر البشري بعدة طرق. أولا عملت عملية حماية كاملة على العنصر البشري. لو إحنا قدرنا نوصل بالنسبة للتعليم في البداية وصلنا إن إحنا نحافظ على أبنائنا وطلابنا وشبابنا، نحاول نأجل لهم موضوع التعليم دوت والبحث عن طرق بديلة للتعليم، نحن نوصل ما نوقفش المهمة بتاعتهم اللي هم يتقدموا للأمام وتوصلهم نفس المعلومة بنفس الفترة أو نفس الاستراتيجية التعليمية سواء وقت أو معلومة توصل لأبنائنا الطلاب وما يخسروش المرحلة الوقتية دي ونتائجها أو نتائج ثمرها. طيب دكتور سيد، يعني نشأ عن هذه الخطوة مصطلح ما يسمى التعليم الهجين اللي هو بيجمع ما بين التعليم في الفصول والتعليم الأونلاين زي ما بنقول معنا صح يعني؟ بالفعل يا فندم. ونوضحه زي ما حضرتك وضحته ببساطة كده للمستمع إن الدمج هو معناه إيه التعليم الهجين، هو الدمج ما بين التعلم وجه لوجه والتعلم عن بعد. وفي البداية بنوه إن من أهم التحديات المستقبلية لسوق العمل واللي ظهرت معانا من خلال كوفيد 19 كان التغير في بيئة الإدارة وبيئة الاستثمار والتغير التكنولوجي وأتمتة العمل. وعلشان كده ندخل مستقبلنا لو دخلنا مستقبليا في سوق العمل لازم نكون قادرين على مواجهة التغيرات البيئية اللي احنا قلنا عليها دي، وعلشان أوصل لها يبقى لازم البنية التحتية اهتم فيها، وأهم حاجة عندي في البنية التحتية هم شبابنا وأولادنا الطلبة. فكان بالفعل دخل الموضوع معنا الاستراتيجية بتاع التعليم الهجين للحفاظ على العنصر البشري اللي هو أكدنا العالم كله تأكد أن الثروة الحقيقية الأولى لأي دولة هي العنصر البشري. وبالفعل مؤخرا سيادة الوزير والحكومة أعلنوا عن خطة تطبيق نظام التعليم الهجين، واللي المقترح منه أنه بيمكن الطالب الحصول على المعلومة أو الجانب المعرفي والمهاري من خلال اللقاء الوجه لوجه على في جزء من الوقت، والجزء الاخر هو اتعلم عن بعد علشان اقدر اقلل الكثافه الطلابيه وفي نفس الوقت اوصل ابني او شبابنا كلهم وابنائنا ان هم يوصلوا لنفس الهدف المهاري والتعليمي ان كان محطوط معاهم في الاستراتيجيه اللي فاتت. دكتور سيد، يعني لو حاولنا تقييم هذا التعليم الهجين اقتصاديا ويعني لو قارناه او تكلفته اقتصاديا بالمقارنه بما كان يتم سابقا قبل ازمه كوفيد 19 من حيث البنيه التحتيه اللي حضرتك ذكرتها ومن حيث بناء الفصول ومن حيث العنصر البشري القائم على العمليه التعليميه نفسها، هل التعليم الهجين اكثر يعني وفره ام ان التعليم قبل كورونا هو اكثر وفره؟ هو بالفعل حضرتك البنية التحتية للدولة كان في استراتيجية الإصلاح الهيكلي الموجود لها من 2016 وبالفعل تم دخول موضوع التحول الرقمي على مختلف القطاعات. فبالنسبة للتكلفة موجود بالفعل عندي دلوقتي التكلفة الأولية اللي أنا كنت هتكلفها اللي هو الرقم الكبير، ولكن على في نفس السياق الأمر التعليم الهجين مش هيكلفني كتير لان انا خلاص بالفعل دخلت في موضوع التحول الرقمي والبنيه التحتيه ليه من خلال اطلاق القمر الصناعي طيبه، ومن خلال الانترنت دلوقتي السرعه عندنا بقت افضل. فالتكلفه الاولانيه مش موجود الحمد لله رب العالمين، احنا قفزنا هذه المرحله، ولكن العائد بقى من على الاستثمار من التعليم الهجين ده اللي احنا هنتطرق ليه دلوقتي. وفرنا على نفسنا موضوع طباعه الكتب، وفرنا على نفسنا موضوع الكثافه الطلابيه للحمايه البيئيه والصحيه لشبابنا، بالتالي هيعود عليا زياده الدخل القومي. طب زياده الدخل القومي ازاي؟ زياده الدخل القومي من خلال لما انا احافظ على ابني مش هتتحرك اني انا اضغط على الموازنه العامه للدوله من خلال مصاريف وزاره الصحه.
مش هضطر ان انا اطبع كتب كتير، فهقلل برضو من المصروفات الموجوده في الموازنه في التعليم لطباعه الكتب. الصيانات للاساس وللمدارس مش هتطرق لها قوي، لان انا الكثافه الطلابيه بالفعل الهالكه لهذا الامر مش موجوده. انا استغليت كل دوت باني انا ادعم قطاع التعليم في استراتيجيه التحول الرقمي. بالتالي كل الفروقات اللي انا خفضتها عندي دخلت معايا زياده لدخل القومي للدوله، وبالتالي هيزيد من حصه الفرد فيما بعد ذلك. اذا مش موضوع النهارده هنتطرق اقتصاديا ليه، ولكن بالفعل هيؤثر على زياده الدخل القومي. كل ما هو وفرته هيتجه معايا الى ايراد، من مصروفات الى ايرادات. دكتور سيد، نعود مرة أخرى إلى الاستثمار في رأس المال البشري. حضرتك ذكرت جانب من جوانب هذا الاستثمار هو التعليم، هل هناك جوانب أخرى من جوانب الاستثمار في العنصر البشري أو الموارد البشرية؟ أكيد يا فندم، ده إحنا سؤال حضرتك دوت، ويعني وجهنا للتوصيات اللي إحنا قلنا عليها في المؤتمر، كان بناء عليه إن إحنا تكلمنا عن ضرورة العمل على التطوير المستمر للهيكل التنظيمي علشان أوصل لاستراتيجية التنوير أو استراتيجية التثقيف اللي احنا قلنا عليها من البداية. وأيضا كمان كان في توصية أخرى بتقول ضرورة ربط خطط تطوير رأس المال البشري برؤية المنظمة، ده على مستوى المنظمة، وعلى المستوى العام ربط الاستراتيجية دي بتاع تطوير رأس المال البشري برؤية الدولة. يعني أنا عندي رؤية الدولة مصر 2030، عند رؤية مصر أفريقيا 2063. من الآن لازم أبدأ في أني أنا أستثمر في العنصر البشري ليخدم هذه الاستراتيجيات. ما ينفعش الدولة تبقى ماشية في استراتيجيات وأنا التعليم عندي كقطاع ماشي في استراتيجيات تانية. لازم في ترابط وتلاحم بين جميع استراتيجيات الدولة على المستوى العام وعلى المستوى الخاص للمؤسسات. تمام، إذن هناك يعني حضرتك بتؤكد أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على تحقيق أجندة الدولة 2030 وأيضا أجندة إفريقيا 2063. كيف يعني يتقبل المجتمع دكتور سيد هذا الاستثمار الجديد وهذا الاهتمام بالعنصر البشري؟ وهل لدينا بالفعل في يعني دائما ما نتحدث أن دول العالم الثالث لا تهتم بوجود إدارة أو وجود آلية لإدارة الأزمات، وخصوصا أننا بدأنا بالفعل نمر بأزمات سواء في موضوع السيول، أزمة زي أزمة كوفيد 19. هناك العديد من الأزمات التي بدأ العالم ومنها مصر كجزء من العالم تتعرض لها. كيف يتعامل المجتمع أو يقتنع أولا الفرد في المجتمع بأن هناك أزمات يجب أن يتم التعامل معها وأن يكون فعالا في التعامل مع هذه الأزمات؟ كلام حضرتك دوت خلينا نتطرق لجزئيه مهمه جدا في الحديث عن الاستثمار البشري، راس المال البشري واداره الازمات. ودي كانت اشكاليه جوهريه للمؤتمر وان احنا انا اتكلمت عنها، فاسمح لي بقى ان انا اتكلم عنها دلوقتي من خلال منبر حضرتك. وانا عايز انوه ان دي ماده خصبه جدا لشبابنا من باحثي الماجستير والدكتوراه الفتره القادمه. لماذا لم يتم الافصاح المحاسبه عن راس المال البشري في القوائم الماليه للمؤسسات؟ انا عندي دلوقتي كل ابن وكل عنصر بشري موجود هو بيمثل استثمار، والاستثمار دوت في القوائم الماليه لاي مؤسسه بيتم ضخ فيه مصاريف كبيره، وبيتم حاجه اسمها عندي الار او اي او ريتيرن انفستمنت اللي هو العائد على الاستثمار. العائد على الاستثمار اللي احنا قلنا عليه اللي هو هيزود لي الدخل على مستوى المؤسسه وهيزود لي الدخل على مستوى الدوله اللي هو زياده الدخل القومي. بالتالي هيخفض عندي معدل البطاله وهرفع من تحقيق فرص العمل. طيب انا على مستوى الفرد دلوقتي لو انا استثمرت فيه فهو هيرفع من قيمه اي مؤسسه، واي مؤسسه في اي قطاع من مختلف القطاعات هتتمنى ان هي تستقطب هذا العنصر البشري اللي هيرفع من قيمتها المؤسسية. بمعنى لو أنا عندي عنصر بشري بيعمل قيمة مضافة الفاليو عندي للمؤسسة، يبقى القيمة المضافة دي هتأثر عندي في العائد المادي أو العائد المالي للمؤسسة. وطالما أثر عندي بالتأثير الإيجابي للعائد المالي يبقى كده هيرفع من قيمة المؤسسة
في البورصة أو قيمتها في السوق وهيأثر على السهم بتاع المؤسسة دي بالتأثير الإيجابي. أي عنصر بشري هيكون قادر على تحقيق قيمة مضافة وزيادة العائد المادي لأي مؤسسة يعرف تماما إن هو هيكون نموذج إيجابي سوف يتم استقطابه في أكبر شركات، وبالتالي هياخد أعلى دخل وأفضل دخل ويبقى مقارنة بأي فرد آخر. علشان كده كانت الإشكالية جاية في الاستثمار العنصر البشري، لأنه بالفعل هيؤثر في القوائم المالية والأداء المالي لجميع المؤسسات في مختلف القطاع. نعم، يعني من المهم جدا يا دكتور سيد أن تنتبه الدول والحكومات خصوصا في عالمنا بهذا العنصر المهم وهو العنصر البشري والاستثمار فيه، لأنه بالفعل هو يعني نقدر نقول القيادة بالنسبة لأي عملية تطوير اقتصادي وعملية رفع كفاءة يعني المفردات الاقتصاد في أي دولة. يعني مهم جدا أن تتوالى مثل هذه الاجتماعات التي تهتم بالعنصر البشري أو بتنمية هذا المال البشري كما ذكرت حضرتك لكي تكون قاطرة للتنمية في كل الدول العربية. ويمكن أنا عايز استفيد من وجود حضرتك كاستشاري ريادة الأعمال والتطوير المؤسسي وأيضا كخبير اقتصادي في جانب مهم أيضا من جوانب الاقتصادية وهو العملة البلاستيكية، ولكن اسمح لي أن أعود إلى حضرتك مرة أخرى في ختام هذه الحلقة. أعاود اللقاء بحضرتك دكتور سيد قاسم استشاري ريادة الأعمال والتطوير المؤسسي وأيضا المتحدث الرسمي باسم الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي إدارة وتطوير الموارد البشرية الذي عقد تحت إشراف المنتدى الإفريقي للتدريب والتنمية المستدامة. أشكرك دكتور سيد وأعود الاتصال بحضرتك مرة أخرى في ختام هذه الحلقة. شكرا جزيلا. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، نواصل الحديث في هذه الحلقة من عين على الحدث حول فعاليات المؤتمر الرابع إدارة وتطوير الموارد البشرية، ولكن بعد أذان المغرب الذي حان الآن موعده في القاهرة. فالساعة الآن في صوت العرب 6:23. الشيخ محمود عبد الحكم يرفع نداء الحق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ محمود عبد الحكم بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العشاء يحين موعدها في 8:16. صوت العرب من القاهرة. إذن أيها الإخوة، نواصل الحديث عن فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي إدارة وتطوير الموارد البشرية. هذا المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وإشراف المنتدى الإفريقي للتدريب والتنمية المستدامة، ويسعدني أن يكون معي على الهاتف الدكتور أيمن عيسى رئيس المنتدى الإفريقي للتدريب والتنمية المستدامة. دكتور أيمن، أهلا ومرحبا بك. يعني نبارك لكم الاهتمام بهذا العنصر المهم جدا في عملية التنمية الاقتصادية في كل بلدان العالم، وهو العنصر البشري، وهو من الأهمية بمكان الاعتناء والرعاية به حتى بالفعل نصل إلى ما نتمناه من جوانب تنمية اقتصادية. يمكن كان معي قبل أذان المغرب دكتور سيد قاسم المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، وتحدثنا معه عن الورقة المقدمة من جانبه والتي كانت تحت عنوان الاستثمار في رأس المال البشري كآلية في إدارة الأزمات. ولكن بلا شك هذا المؤتمر يشتمل ويحتوي على العديد من المحاور المهمة التي تخص الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار فيه. أهم هذه المحاور دكتور أيمن. تمام فندم، وطبعا سعيد بوجودي مع حضرتك. شكرك. وفي إذاعتنا الجميلة. شكرك. فعلا المؤتمر خلال الدورة الرابعة للمنتدى العربي الإفريقي للتدريب والتنمية، حرصنا ان احنا نواكب الحدث الموجود دلوقتي في العالم كله، جائحة كورونا وأثرها على عملية التوظيف ومستقبل فرص العمل، وده كان عنواننا في الدورة الرابعة للمؤتمر وللمنتدى. في المنتدى العربي الإفريقي دايما بنناقش بعض القضايا المتعلقة
بالتنمية المستدامة والعملية التدريب والتوظيف. من هنا ارتقينا واحنا بنضع المحاور الخاصة بالمؤتمر ان احنا نناقش بعض الجوانب اللي اثرت على عملية التوظيف، وده كان محور مهم جدا، واثر جائحة كورونا بالتحديد والاوبئة ايا كان او الازمات على عملية التوظيف ومستقبل فرص العمل. ايضا كان من ضمن المحاور المهمة دور المسؤولية المجتمعية للشركات سواء القطاع العام او القطاع الخاص او التكامل بينهم في التقليل من الاثار السلبية لجائحة كورونا وعدم الاستغناء عن اي من العاملين وان امكن اتاحة بعض فرص العمل الجديدة اللي فرضتها ظروف الجائحة الصحية اللي اجتاحت العالم. يمكن اعتقد دكتور ايمن انه كان لابد من يعني جلوس بعض العاملين في بيوتهم نظرا لهذا التباعد الاجتماعي اللي فرض نفسه على العالم كله وليس في مصر او في دولنا العربيه والافريقيه، ولكن هل من يعني هل بحث المؤتمر في اليه معينه لتجنب يعني هذا الايقاف بالنسبه للعماله او الايدي العامله او العنصر البشري؟ تمام يا فندم، احنا كان معانا بعض الاوراق العلميه المتميزه اللي شارك بها الباحثين سواء من مصر زي المتحدث الرئيسي الدكتور سيد قاسم زي ما حضرتك تفضل، ومعانا بعض الاوراق العلميه الاخرى مقدمه من دوله العراق ومن المغرب ومتحدثين من دول زي الاردن وسوريا، وكان معانا برضو احدى المتحدثات عميد جامعه الجامعه العماليه فرع طنطا في جمهوريه مصر العربيه، ناقشت معظم هذه الاوراق لو 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 حبينا نحط اطار يعني. كلها تناولت السؤال بتاع حضرتك ازاي بعض فرص العمل اللي ظهرت وبعض فرص العمل اللي اختفت او تاثرت بجائحه كورونا. ومن هنا جه التاكيد على التعلم والتعليم عن بعد والعمل عن بعد، ودي كانت من ضمن الحاجات المهمه جدا في التوصيات بتاعتنا ان احنا اكدنا على ان ظهرت فعلا بعض الوظائف الجديده واهميه لبعض المهن كنا احنا ما يعني ما بندهاش التقدير الكافي او الاهتمام الكافي، زي ببساطه شديده جدا احدى الاوراق كلمت من الاردن على اهميه وجود عامل الدليفري، يعني عامل الدليفري البسيط كان له دور قوي جدا سواء صحيح. في توصيل الادويه والمستلزمات الصحيه للمنازل او الاطعمه والاغذيه كل مناحي الحياه بصراحه كلنا يعني اعتمدنا على هذه المهنه فعلا. هم يعني ابطال كانوا بيعملوا في ظروف صعبه جدا الى جانب الزملاء والاخوه اللي بيعملوا في المجال والقطاع الطبي والصحي. فطبعا وبعض المهن طبعا اللي كان ما ينفعش انها تتوقف على العمل زي اللي شغالين في محطات مياه الشرب والصرف الصحي والأمن وغيرها من المهن المهمة اللي لها كل التقدير والاحترام، ولأكد المؤتمر على أهمية الاعتناء بهذه الفئات والتقدير الكامل لدورهم خلال الجائحة أو ما بعد الجائحة. نعم، يمكن حضرتك ذكرت دكتور أيمن جانبين مهمين جدا وهو التعليم عن بعد والعمل أيضا عن بعد. هل يعني هناك مسار معين لتغيير ثقافة المجتمع وثقافة الحكومات بأن يعني حتى بدون جائحة أو بدون أزمات يمكن توفير فرص عمل عن بعد؟ أولا لتوفير فرص عمل أو لخلق فرص عمل، ثانيا يعني ضخ دماء في الاقتصاد بالنسبة للدول. حقيقي ده هو بس الجائحة فرضت نفسها فسرعت الخطوات، يعني عشان بس نكون صادقين، يعني مثلا هندي مثال بدولة زي بلدنا مصر الحبيبة، كان في منصات بتجهز للتعليم عن بعد لأبنائنا وكان في امتحانات أونلاين للجامعات، كل ده كانت بعض الجامعات بدأت في إصدار التعليم العالي تستعد ليه ان بعد كده يبقى فيه التعلم وعن بعد ونظام الساعات المعتمده وغيرها، لكن جت الجائحه سرعت بمواعيد تنفيذ هذه الاجراءات وكانت تجربه اشاد بيها العالم كله ان مصر كانت سباقه وان هي من الدول القليله جدا على مستوى العالم اللي لم يتوقف فيها الدراسه وتم اجراء الامتحانات سواء الجامعيه او التعليم قبل الجامعي عن طريق المنصات الالكترونيه. ايضا ظهرت اهميه العمل عن بعد لبعض الوظائف
قبل ان نصل للعمل عن بعد دكتور ايمن، يعني ايه اهم المميزات اللي حضرتك اخذت عنها انطباع من خلال التعليم عن بعد او هذا الشكل الجديد من انواع التعليم وهو التعليم الهجين كما اطلق عليه؟ هو بص حكي، يعني اهم ميزه للتعليم عن بعد اولا ان هو غير مكلف تكلفه كبيره زي التعليم المباشر، يعني هي البرامج متاحه ومعظمها برامج مجانيه، التطبيقات اللي بيتم استخدامها. النقطه الاهم ان هي بتدي برضو فرصة للتفاعل، سواء صوت أو صورة أو عرض بعض الأوراق أو المواد العلمية متاح هذا أيضا. يعني المادة العلمية ممكن المعلم أو الأستاذ الجامعة أو المدرب يشرح المادة بتاعته كأنه موجود جوه قاعة تفاعلية حقيقية. النقطة الأهم أنه ممكن الطالب أو المدرب أو المعلم أو أستاذ الجامعة يقدم المادة العلمية بتاعته في أي وقت من اليوم دون التقيد بوقت ثابت لطلابه، ودي بقى يعني تعتبر من اهم المزايا للتعليم عن بعد، لكن بيعوقنا بعض المشكلات خاصه بالحته التقنيه بسرعه الانترنت. يعني هي دي تعتبر، لكن الحمد لله يعني في دوله زي مصر عندنا سرعه الانترنت اتحسنت نوعيا خلال الفترة العام الماضي والعام الحالي. طيب دكتور أيمن، شايف حضرتك تفاعل المجتمع مع هذا النوع من أنواع التعليم اللي يمكن دعت ليه وزارة التربية والتعليم قبل هذه الجائحة، ويمكن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي أشار إلى أن التعليم في المرحلة المقبلة سيعتمد على منصات وليس عن طريق المدارس، أو لا لن يعتمد على يعني على الشكل التقليدي. شايف حضرتك تقبل المجتمع لمثل هذا النوع من أنواع التعليم قبل وبعد جائحة كورونا؟ هو بص حاجة في العموم عشان بس نفهم طبيعة النفس البشرية، هي دايما لا تقبل التغيير بسهولة، بترفض التغيير لأنه بيبقى بالنسبة لها حاجة مجهولة، لسه يقولك يعني بلاش أجرب جديد طالما أنا عارف النظام القديم. فإحنا لما مارسنا عملية التعليم عن بعد والاختبارات كمان وتقديم أبحاث وغيرها، الناس تقبلت الموضوع بشكل قوي جدا، و والمنصات الإلكترونية خاصة بوزارة التعليم المصرية والتعليم الفني على عدد بالملايين دلوقتي من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بيتابعوا سير العملية التعليمية. فإذا الموضوع لقى بعض الرفض المجتمعي في البداية، لكن تم تقبله بنسبة يعني فقط كل توقعات، ودي كانت حاجة يعني أبهرتنا إحنا بشكل شخصي. وعلى مستوى عملية التدريب أو إجراء الاختبارات عن بعد، الجامعات أتاحت التطبيقات دي وتم التواصل، وكل الطلبة في معظم الجامعات خصوصا في الكليات النظرية الموضوع تم بشكل سلس جدا الحمد لله، ودي حاجة يعني احنا سعيدين بها. طيب كمنتدى افريقي للتدريب والتنميه المستدامه وحضرتك كرئيس لهذا المنتدى، بلا شك على مصر دور مهم جدا بالنسبه للاشقاء الافارقه، كيف ننقل هذه التجربه بالنسبه لاشقائنا الافارقه، ويعني كيف يتم تحضير البنيه الاساسيه للاستثمار في هذا النوع من انواع الاستثمار البشري وهو الجانب التعليمي، التعليم اونلاين؟ هو خلال قياده مصر للاتحاد الافريقي العام الماضي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلا تم اتخاذ خطوات كبيرة جدا في عملية الرقمنة للقارة الإفريقية كلها. تم اتفاقات وتم تعاقدات مع بعض الشركات يعني المشاريع وبتنفذ البنية التحتية لعملية الرقمنة، سواء في التعاملات بين التعاملات البنكية وغيرها والاتفاقات التجارية، أو سواء في العملية التعليمية والتدريب عن بعد. ومصر بتستضيف وبتحتضن أبناء القارة الإفريقية والدول العربية كلها هنا في مصر للتدريب على معظم العلوم، سواء في جامعة الأزهر أو الجامعات المصرية الأخرى، وبرضو بندرب القيادات وأبنائهم من أبناء اللي بيلتحقوا بالكليات العسكرية عندنا في مصر. فمصر فتحة أبوابها دايماً لإخواننا في القارة الإفريقية وللدول العربية والإسلامية إن هم يبقوا موجودين ونتيح الخبرة المصرية الكبيرة. إحنا عندنا كم كبير من الخبراء وأساتذة الجامعات والباحثين لديهم خبرة دولية علمية يعني أشاد بها العالم كله الحمد لله،
واهلا بيهم دايما في بلدهم الثاني مصر. نعم دكتور ايمن عيسى رئيس المنتدى الافريقي للتدريب والتنميه المستدامه، نتحدث عن المحور الثاني المهم وهو العمل عن بعد او العمل زي التعليم عن بعد، العمل عن بعد او العمل اونلاين. كيف وظف المؤتمر فعالياته لترسيخ هذا النوع من انواع العمل ولخلق فرص عمل جديده يعتمد عليها الاقتصاد؟ حقيقي احنا في المنتدى العربي الافريقي بمجرد ما بدات هذه الجائحه حولنا احنا، يعني كنا احنا بدايه، حولنا كل اعمالنا وعقدنا الدوره الثالثه اونلاين ايضا عن بعد، يعني مارسنا عملنا من خلال احد التطبيقات عن طريق شبكه الانترنت، وعملنا جلسه نقاشيه عن محور من محاور التنمية المستدامة والقضاء على الفقر المحور الأول، أيضا كان تم هذه الجلسة أونلاين. فإذا إحنا مارسنا عملنا عن بعد، يعني إحنا كنا بنمارس هذه الأعمال كلها عن بعد، فكنا يعني من ضمن الكيانات أو الجهات الدولية السباقة في استخدام الإنترنت سواء في مصر أو القارة الإفريقية والعمل عن بعد. الجزء المهم إن الجائحة فرضت نوع جديد من أنواع التبادل التجاري أو التجارة الإلكترونية، كل الناس دلوقتي مارست الشراء أونلاين والبيع أونلاين، معظم الشركات بقى لها منصات على شبكة الإنترنت. صحيح. الشركات اللي ملهاش مواقع على الإنترنت عملت مواقع ويب سايت تعرض فيه منتجاتها عشان تحافظ على الاستمرارية وما تستغناش عن حد من العمال. ظهرت أهمية التسويق الإلكتروني والبيع الإلكتروني خلال فترة الجائحة. تم شراء المستلزمات الصحية وأدوات الوقاية الصحية خلال جائحة كورونا كقناعات الوجه والمطهرات وغيرها وغيرها، كلنا اشتريناها أونلاين. فإذا يعني الجائحة فرضت أهمية العمل عن بعد وإتمام بعض الأعمال سواء متعلقة بالعملية التعليمية أو العمليات التجارية وغيرها، للحفاظ على الاستمرارية والحفاظ على فرص العمل القائمة وتوفير فرص عمل في مجالات جديدة تتوافق مع الشروط الصحية للجائحة. نعم. والكلام ده في كل دول العالم. نعم دكتور أيمن عيسى رئيس المنتدى الإفريقي للتدريب والتنمية المستدامة المشرف على الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي إدارة وتطوير الموارد البشرية، أشكر وجود حضرتك معايا جزيل الشكر. شرف لي أستاذ زايل وسعداء جدا بوجودنا مع حضرتك. شكرا جزيلا. حلمي وبدا قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت لا يوم سلم ولا استسلم وقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريق مشيت واديني سبب واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم وبرهم عليك تخسروا وكسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملل فوق طول العمر. أنا ابن مصر قلبي بالإمكان وعشاك انت بطل من جواك في حلم بيستنى. شفت أزمات ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة الأخوة. من جديد أرحب بكم وأرحب بضيفي الدكتور سعد أبو نار أمين عام المنتدى الإفريقي للتدريب والتنمية المستدامة، نتحدث عن فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي إدارة وتطوير الموارد البشرية. دكتور سعد أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتك أستاذ
الرواية الإعلامية. سعادتك كل عام وسعادتك بخير. وحضرتك بخير دكتور سعد. يعني بلا شك مؤتمر مثل هذا المؤتمر يعني يشترك فيه عدد من الدول العربية ودول العالم المختلفة لمناقشة كيفية الاستثمار في المورد البشري أو المال البشري، أعتقد شيء مهم جدا بيرسخ لخطة مصر 2030، وأيضا بالنسبة لإفريقيا أجندة 2063 أو 2063 زي ما بنقول. وبلا شك هذا المؤتمر انبثقت عنه العديد والعديد من التوصيات اللي أتمنى أن حضرتك تطلعنا عليها. أنا بشكر حضرتك جدا للتلميح للدورة الرابعة للمنتدى العربي الإفريقي للتدريب والتنمية. والحقيقة إحنا كعادتنا دايما في المنتدى الدورات بتاعتنا بتبقى خاصة بالتنمية المستدامة وفي نفس الوقت مواكبة للأحداث. إحنا لاحظنا إن أزمة كورونا بيكون لها أثر على التوظيف وعلى بعض الوظائف أو شكل الوظائف بعد أزمة كورونا تختلف عن شكل الوظائف أو المطلوبة للعمل أو سوق العمل عن ما كان قبل. يعني ظهرت الوظائف اللي عن بعد وظهرت الوظائف التكنولوجية بأصبح لها أهمية كبيرة جدا. في بعض الوظائف هتظهر وفي بعض الوظائف هتختفي، وبالتالي أدركنا أهمية رأس المال البشري أو الاستثمار في الموارد البشرية كرأس المال البشري، وإيه الحاجات المطلوبة لتنمية وتطوير رأس المال البشري ده عشان يقدر يحقق التنمية ويفيد المجتمع ويفيد العالم وفي نفس الوقت يفيد نفسه ويستثمر، والشركات تقدر تستفيد من رأس المال البشري الموجود عندها وإزاي تقدر تستفيد من العمالة اللي موجودة وتخليهم يتواكبوا ويتوافقوا مع التقلبات اللي حصلت في العالم في الفترة الأخيرة. فدي كانت الفكرة الأساسية للمؤتمر اللي هو الاستثمار في رأس المال البشري أو الموارد البشرية والتوظيف فيما بعد أزمة كورونا أو التأثير لأزمة كورونا عليها. دكتور سعد، بلا شك يعني توصيات مثل هذه توصيات لابد لها أن تفعل على أرض الواقع، ولكن بمفردكم لن يعني تصل هذه التوصيات إلى أرض الواقع، وبالتالي نحتاج إلى تعاون وتكاتف ما بين إدارة المنتدى ومثل هذه المنتديات مع منظمات حكومية منظمات مجتمعية كبيرة لها هيكل كبيرة تساعد على يعني وجود هذه التوصيات على أرض الواقع بالفعل. والله احنا دايما بنطلع بتوصيات نتيجة للدراسات والابحاث اللي بيقوم بها الباحثين المشاركين معنا في المؤتمر. بحال المؤتمر ده كان فيه بعض الباحثين الرائعين المتميزين جدا والدارسين، اذكر منهم يا دكتور سيد قاسم قدم دراسة بحثية عميقة جدا جدا عن الاستثمار في رأس المال البشري، وكان من ضمن التوصيات اللي احنا طلعنا بها في المؤتمر التوصيات اللي خرجت من الدراسة دي. مثلا يعني كان يعني عجبني ان هو اشار الى ان لازم يكون رأس المال البشري في المؤسسة هو قيمة مضافة تضاف الى الميزانية المؤسسة نفسها. صحيح، لان فعلا دي كانت نقطة ودي من التوصيات اللي احنا بنحطها. فاحنا دايما بنستقطب التوصيات. كان في توصية تانية عن التوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم وإزاي نتعامل معهم في الموارد من الموارد البشرية ونستغل طاقتهم في الموارد البشرية، وبالتالي أضفنا التوصية دي أيضا. في توصية تانية للإيجابية اللي خرجنا بها من كورونا، ودي كانت للدكتور أحمد العزب وأضافها إن الكورونا لها إيجابيات في سوق العمل وفي التوظيف وفي شكل النظرة التفاؤلية وإيجابية ليها. فبالتالي التوصيات دي كلها احنا بنحطها وبنخرج بها بننشرها في المجلة البحثية للمنتدى، بننشرها في المجلات، بننشرها بنبعتها لبعض المؤسسات أو المنظمات. المرة دي لأن كل مرة بنبعت للجهة المتخصصة، هذه المرة سنرسلها على إيميل بعض الشركات أو المؤسسات الكبرى ليستفيدوا منها. في هي دراسات بالفعل تستطيع الشركات وقطاعات الأعمال أن تستفيد منها بالفعل. بالضبط، هو ده اللي احنا هنزوده في الإرسال التوصيات. احنا هنبعت نرسل للمؤسسة، مؤسسة كبرى عندها عمالة وعندها رأس مال وعندها موظفين. احنا عملنا مؤتمر لرأس المال البشري والموظفين والتوظيف والموارد البشرية، ودي كانت توصياتها. اللي احنا بنتمناه ان يكون في ربط بين مؤسسات المجتمع المدني لعمليه التطوير وعمليه القاء الضوء على اهميه الاستثمار في راس المال البشري وتطويره بما يتوافق مع المتطلبات سوق العمل اللي جايه، لان اكيد سوق العمل هيختلف متطلباته والضرورياته والمهارات اللي لازم تكون عند العامل او عند الموظف او عند حتى مدير الموارد البشريه او عند حتى مدير المؤسسة نفسها
انه يتوافق مع سوق العمل بيختلف الشكل من نتيجه الازمه اللي حصلت دي. فبالتالي فعلا التوصيات دي احنا بنوصلها للمؤسسات، وهذا المؤتمر نوصل توصياته للمؤسسات العمل نفسها او المصانع او الشركات. نعم دكتور سعد، يعني بلا شك تكاتف منظمات المجتمع المدني او المنتديات مثل المنتدى الافريقي للتدريب والتنميه المستدامه، يعني وجود مثل هذا التنسيق وهذا التنظيم اعتقد انه بيقوم من مثل هذه التوصيات ورفعها مثلا الى يعني اجتماعات جامعه الدول العربيه على مستوى وزراء العمل على مستوى وزراء التربيه والتعليم، لان حضرتك بتقول ان يعني جميع اهتماماتكم معنيه بالتنميه المستدامه، وبلا شك التعليم والعمل من اهم يعني او توفير فرص عمل من اهم اهداف التنميه المستدامه، وخصوصا بعد جائحه كورونا اصبح هناك شكل جديد للتعليم، اصبح هناك نمط جديد من انماط العمل. صح بالظبط، وانت حضرتك كده يعني اشرت لاخر مؤتمرين او فعاليتين لينا، واحنا فعلا قصدين الربط ده ان المؤتمر اللي قبل ده كان عن التعليم، والمؤتمر وهذا المؤتمر عن الموارد البشرية، لان احنا بنربط هو الموارد البشرية او راس المال البشري او الانسان او العالم او الطالب لازم يتعلم اللي يتوافق مع سوق العمل، فهو التعليم والتوظيف مهمين جدا ومرتبطين جدا ببعض. انا لازم اعلم الطالب ايه المتطلبات او الاحتياجات اللي هيحتاجها لما يتخرج، وبالتالي برضه لازم يكون في بعض التخصصات الجامعيه تختفي او تكون في شكل الدراسات التثقيفيه، لكن في دراسات او تخصصات يجب ان تضاف عشان تتوافق مع سوق العمل. انا عجبني جدا انشاء جامعه او كليه الذكاء الالكتروني وهي كليه نازله سوق نازله هذا العام، هذا يتوافق مع سوق العمل ان انا هخرج الناس فعلا سوق العمل بيحتاجهم بالظبط. انما يعني في بعض الكليات على راسي وعلى عيني وتخصصات محترمه خاصه الفلسفه زي تخصص الحاجات دي بنحتاجهم، ولكن ايضا هذه تخصصات يحتاج اليها الواقع الحالي. ايوه في تخصصات بقت مطلوبه اكتر، في تخصصات سوق العمل بقت فالتعليم وسوق العمل والتوظيف والموارد البشريه هم التعليم هو المورد الاساسي اللي بيمد سوق العمل بالعمال، لازم اعلمه كويس واسيبه مهارات علشان يقدر يكون عامل او موظف او اداره في الموارد البشريه، او اكون فعلا راس مال بشري. كيف اكون راس مال بشري؟ لازم اعلمه كويس. كيف يصل هذا التعليم الجيد عن طريق الاونلاين دكتور سعد؟ يعني هل بتعتبر حضرتك ان التعليم اونلاين فرصه لاخراج منتج جيد بالنسبه للعمليات التعليميه؟ هو فرصه واصبح واقع. مع بعض يعني بعض الحاجات او الامور اللي بتعوق شويه التعليم اونلاين سواء على مستوى الشبكه على المستوى، ولكن مع كل يوم بيحصل تطوير، وكل يوم الناس بتفهم التعليم الاونلاين اكتر، وكل يوم الناس بتقبل عليه اكتر، واصبح واقع مفروض وفرضته كورونا على بعض المجتمعات. حتى يمكن بعض الدول هتبتدي الدراسه الموسم الدراسي عندها لمده اول 3 4 اسابيع اونلاين، فهو اصبح خلاص واقع مفروض على المجتمعات وعلى الناس انها تقدر تتعامل معه. ففعلا التعليم الالكتروني ده مهم جدا مع بعض التطوير مع اضافه بعض المنصات. معجب جدا بالمنصه اللي هتعملها وزاره التربيه والتعليم للدكتور طارق شوقي، المنصه اللي اشار اليها للتعليم الالكتروني، باذن الدوله نفسها تاخد بعض الخطوات انها تخلي التعليم الالكتروني متاح للناس كلها او للطلبه كلهم او اللي عاوز يتعلم او يتدرب او كده. وبالتالي برضو احنا عايزين بقى اضافه التعليم الالكتروني للمهن التخصصيه، انه برضو يكون متخصص في مهنه، عايز يتعلم سكرتاريا، عايز يتعلم مثلا حاجه فنيه في مصنع، يبقى برضه في تعليم الكتروني، تعليم التكنولوجي. يعني يمكن الدوله متجهه الى هذا النوع من انواع التعليم وفتح مدارس تكنولوجيه مهتمه بتخريج فنيين بالفعل يحتاجهم سوق العمل في مصر وخارج مصر. بالظبط كده، فاذا هو التعليم الالكتروني عن بعد او التعليم الالكتروني خلاص هو اصبح واقع، ووقع مفروض ولازم الناس تتعامل معاه، وانا شايف انه له ايجابيات وسلبيات طبعا. اكيد طبعا. لكن السلبيات ممكن مع الوقت ومع التطور ومع صحيح نتلافاها جديد او تطور جديد هيتلافى هذه السلبيات ويصبح واقع يعني موجود وله اهميته برضه. نعم، دكتور سعد ابو نار امين عام المنتدى الافريقي للتدريب والتنميه المستدامه، اشكرك جزيل الشكر دكتور. شكرا يا فندم، وانا متشكر جدا للبرنامج الرائع، واشكر ضيوف حضرتك الكرام، وان شاء الله نلتقي بسعادتك مره اخرى بامر الله. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. شكرا. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى
تروح في اي مكان، في ناس مختلفه في الالوان، لكن نفس الطباع بالظبط، وفي الحكايه بقى عتشيك، في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خبط، بنصلي جمعه وقداس حد، وهي دي مصر اللي جابت. مجددا نعود للدكتور سيد قاسم، استشاري ريادة الأعمال والتطوير المؤسسي والخبير الاقتصادي والمتحدث الرسمي باسم هذه الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي إدارة وتطوير الموارد البشرية. يعني دكتور سيد، كنت عايز استفيد من وجود حضرتك معنا النهاردة في موضوع يمكن مختلف عن موضوع حلقتنا، ولكن أيضا بيصب في الاتجاه الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وهو يعني اعتزام البنك المركزي إصدار ورقات مالية فئات مختلفة بلاستيكية من مادة البوليمار، وهي المادة الخام لصناعة العملة. طبعا ده أيوة. هيبدا مع بدء تشغيل مطبعه المركز الجديده في العاصمه الاداريه الجديده. اهميه يعني تغيير نمط العمله المتداوله في السوق ودورها في النمو الاقتصادي في مصر. في عجاله كده انا عايز اقول ان تغيير نوعيه الخام المستخدمه في اصدار العملات من ورقيه بلاستيكيه من ماده البوليمر ده مش حاجه جديده. في عند اكتر من 20 دوله حول العالم بتستخدم النقود المصنوعه من بوليمر، ابرزهم استراليا وكندا ونيوزيلندا وغينيا جيدا ورومانيا. ففي عده دول قامت بالدخول في هذه الاستراتيجيه. يمكن انا قاصد اقول كلمه استراتيجيه لان هي مش مجرد فكره تطويريه او اجراء تطوير، لا بالفعل هي او شيء تجميلي، لا ولا تجميلي، هي بالفعل فعلا هي استراتيجيه مكمل او احدى عوامل الاستراتيجيه الكبرى او المنظومه الكبرى للاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. يمكن استراليا حضرتك بدات في الموضوع ده من 1983 كمان، مش 1980، وبدات برضه بفئه ال 10 دولار الاسترالي، وانتهت بنقل كل عملاتها من ورقيه لبلاستيكيه في 1996 معذره. وهي من ابرز الدول في طباعه الاوراق البلاستيكيه، العملات البلاستيكيه. يمكن عندنا اكثر من 20 دوله بتستخدم النقود البلاستيكيه، ولكن عندنا 3 دول بس حول العالم هي اللي بتقوم بعمليه طباعه هذه العملات البلاستيكيه. نعم دكتور سيد، يمكن هلك العملة الورقية المتداولة حاليا يعني بيضر بالاقتصاد، ولكن بلا شك يعني بتتميز هذه النقود البلاستيكية بأنها تقريبا بتدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لمثيلاتها الورقية أو البنك نوت المتعارف عليه. ولكن أهمية يعني وجود مثل هذه العملات في مكافحة الاقتصاد الموازي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود أو المال الأسود كما نقول. بخلاف أن أنا عندي إيجابيات ومميزات للعملات البلاستيكية، سواء ايجابيات بيئيه او ايجابيات صحيه، هنتكلم عن الايجابيات الاقتصاديه. دوره حياه العملات البلاستيكيه بالفعل هي اضعاف العمر لدوره حياه العملات الورقيه، يعني بتعمل معايا على تخفيض تكاليف الطباعه وتخفيض تكلفه التداول لهذه العملات. تمام. بالاضافه علشان تقضي معايا على السوق الموازي، العملات البلاستيكيه فيها صعوبه كبيره جدا في عمليه التزوير. فده بيقضي على اللي هو السوق الاسود زي ما احنا بنقول عليه، المال الاسود او المال الاسود. اما عن السوق الموازي او الاقتصاد الغير رسمي، العملات البلاستيكيه هتكون اليه لمكافحه هذا الامر، لان الاقتصاد الغير رسمي هيبدا يطلع الفلوس المدخرها واللي بيستخدمها في هذه القنوات الغير شرعيه علشان تظهر. بالتالي بالتالي هيتم حصر وحصد هذه النقود في الفتره القادمه ومعرفه معدل حجم المال المتداول او حجم المال المتداول في هذه القنوات الغير شرعيه، بحيث بعد ذلك لا يكون لدينا غير قناه رسميه واحده هي قناه التي تتبع استراتيجيه الشمول المالي في دولتنا. بالزبط. فبعد استخدام العملات البلاستيكيه لا يكون الا قناه واحده، قناه رسميه لتداول لاي حجم او سواء كبير او صغير للعملات المصريه البلاستيكيه. نعم، يمكن هو موضوع يحتاج الكثير من يعني التحليل والتفسير له، لانه بالفعل رافد مهم جدا من روافد التطوير في الاقتصاد. ولكن انا حبيت يعني استفيد من هذه الدقائق من وجود حضرتك معايا دكتور سيد قاسم، استشاري رياده الاعمال والتطوير المؤسسي والخبير الاقتصادي. اشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا خلال هذه الحلقه للحديث عن المؤتمر، وايضا للحديث عن هذا الجانب المالي المهم. اشكرك جزيل الشكر دكتور سيد. تحياتي لحضرتك، السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا.
حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. إلى هنا أيها الإخوة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من عين على الحدث، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد. حتى هذا الموعد لكم دائما أرق تحيات فريق عمل البرنامج داود محمد من هندسة الهواء. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. وكنت معكم في الإعداد وإدارة الحوار من أمام الميكروفون وائل الدمنهوري.